طيب عشان الوقت ما يسرقناش كابتن عادل، عايزين بقى نعرف من حضرتك كده رؤيتك لحصولنا على النجمة التاسعة. مشوار دوري أبطال أفريقيا، وكيف حصلنا على هذا اللقب وعلى هذا الكأس الغالي؟ خد بالك يا كريم، الموضوع كان فيه صعوبة كبيرة قوي، ولكن أنا عايز أقول لك أداء جيد قوي من لجنة الكرة وكابتن محمود الخطيب. هقول لك ليه. ناس طبعا يقول لك علشان في قناة الأهلي فهتقولوا كده، لا أنا هقول لك حقائق. يعني تخيل أنت موضوع فايلر كان عندك مشكلة كبيرة جدا في الفترة اللي هو ما بعد كورونا، لما رجع كان مش مركز خالص، دي حقيقة، وكان طول الوقت هو عاوز يمشي. أداء لجنة الكورة أو لجنة التخطيط مع كابتن الخطيب، هما بيديروا الملف ده ضروب احترافية عالية قوي قوي قوي. ازاي؟ انك انت تيجي تغير مدرب، او المدرب عاوز يمشي، او انت تشيل المدرب بغض النظر ايه اللي حصل، ولكن ما تخليش اوضة اللبس عندك يوم واحد بدون مدرب. ده في حد ذاته في كرة القدم تركيز كبير قوي. ليه؟ انت لو جيت طول الوقت المدرب ماشي، المدرب قاعد، اللعيبة مش مركزة. طبعا. احنا كلاعبين كنا بنبقى مش مركزين، او انا كمدرب مثلا لما باجي امسك من بعد المدرب بيبقى عندي مشكلة ان هم يتكلموا كتير قوي في ان مين اللي جاي ومين اللي رايح، ده قاعد ده جاي ده جاي. مخلوش اللعيبة تركز ولا يوم واحد خارج الاطار ده. خلصوا مباراة مع فايلر يوم الجمعة حاجة كده او يوم الخميس، يوم الجمعة خدوا أجازة، السبت نزل المدرب موسيماني. فدي حاجة قوية جدا عملوها، دي أدت للاستقرار. دي واحد. اتنين، الناحية النفسية، الفكرة بتاعت موسيماني فكرة جيدة جدا. يعني موسيماني ما كانش حد أبعد من خياله أنك تجيب مدرب من جنوب أفريقيا، دي حقيقة ما حصلتش. يعني ممكن تجيب شمال أفريقيا شوية، تجيب مدرب، وحصلت في مصر جابوا مدرب أو اتنين من شمال أفريقيا، ولكن وانت بتتكلم في النادي الاهلي ففكر التفكير خارج الصندوق. عشان كده النادي الاهلي هو سباق في كل حاجه. فلما فكروا في موسيماني فكروا في فكره فنيه اكتر من انها نفسيه كمان. انك انت ازاي انك تجيب مدرب من جنوب افريقيا يمسك النادي الاهلي، النادي الكبير ده انت جايبه علشان يلعب بطوله افريقيا، عنده خبرات فيها، هيركب بسرعه في المباريات دي، لانك انت كنت حاسم، يكاد تكون حاسم دوري خلاص او حسمت دوري، ولكن انت كنت بتتكلم على بطوله افريقيا. فهنا انا بشكرهم جدا كاداره الكوره عندنا ان هم اهلوا الفرقه من ناحيه النفسيه ان ما يكونش عندهم مشكله. الحاجه الثانيه المهمه، اللعيبه عملوا اداء مميز جدا في مباراه الوداد. فلما يجي الناس يتكلم على الاداء في الفاينل ما فيهوش اداء. الفاينل دايما للتاريخ، بيحسبوا تاريخ. يعني احنا طول عمرنا واحنا ماشيين في الشارع لما بيجي حد يكلمنا على فاينل لعبناه ما بيقولناش، بيقول لنا انتوا خدتوا البطوله سنه كذا، ما بيقولوش انتوا ادائكم كان عامل ايه. صحيح. لانه هو الفاينل كده في العالم كله. انت بتتكلم في كاس عالم خلص مع الارجنتين والمانيا سنه 90 ببنالتي، وكان مباراه فنيا ضعيفه للغايه، ولكن احنا انت قدرت تتغلب على الظروف دي كلها ومع الكورونا، ورجعت المباراة النهائية بالفكر بتاع النادي الأهلي اللي هو انك انت تكون متحفز كويس في الفاينل وتقدر تكسب، واديك كسبت الحمد لله، ودي حاجة مبروك كبيرة. مبروك الكاسة كابتن عادل. الله يبارك فيك. ان شاء الله العشرة يا أهلي بإذن الرحمن. ان شاء الله افتكر ان 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 احنا محتاجين العشرة، ولاني كل شوية احنا بناخد الاولاني يقول لك احنا محتاجين التانية. ده يومها بالليل قبل ما ننام، قبل ما الناس تنام بعد ما كسبنا. أيوة. قال لك العشرة يا موسيماني. ما خلاص بقى خلصت، احنا داخلين في العشرة دلوقتي. على خير الله. شكرا جزيلا.